لا تجبروا أحدا على اعتناق أرواحكم، فالحب مثل الدين لا إكراه فيه، من أراد أن يذهب فليذهب. إياك أن تحرق أعصابك من أجل أحد، عش حياتك بالطريقة التي تحبها، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، وافعل ما يمليه عليك ضميرك، وكن عزيز النفس. وإياك أن تنحني، فربما لا تسمح لك الفرصة بأن ترفع رأسك مرة أخرى. لا ترضي أحدا على حساب نفسك، ولا تهتم بأحد لا يهتم بك. من أكرمك فأكرم، ومن استخف بك فأكرم نفسك بالبعد عنه، فأنت تسيء لنفسك حينما تحاول إرضاء الآخرين.